حزب المحافظين مضطر ان يهتدي الى هذا الاسم لانه بالنهايه كيف يستطيع ان يحكم بريطانيا بدون الاهتداء الى رئيس وزراء؟ حزب المحافظين يمتلك الاغلبيه اغلبيه كبيره في مجلس العموم وبالتالي بامكانه دائما الدفاع عن موقعه داخل النظام السياسي كقائد للحكومه المقبله. على الرغم من كل الدعوات التي تاتي من المعارضه سواء كانوا عمال او كانوا من الحزب الاسكتلندي الوطني او كانوا من الخضر الكل يطالب بانتخابات مبكره لكن هذا الامر لا يحصل الا بتصويت داخل مجلس العموم، وحزب المحافظين هو الذي يمتلك هذه هذا القضيه. لذلك هم مضطرون خلال نعم. الايام المقبله ان يتجنبوا يعني او يتجاوزوا هذه الخلافات الداخليه بصعوبه نعم. لانتاج رئيس من الاسماء التي طرحتموها في الخبر. في الانتخابات الاخيره التي دامت اشهر كان هناك اعتقد 19 مرشحين في النهايه فازت ليستروس بالمرتبه الاولى بعد ذلك ريتشي سوناك في المرتبه الثانيه وبيني موردن في المرتبه الثالثه وبالتالي من منطق الامور ان يكون المتنافسان الابرز هما ريتشي سوناك وزير الخزانه السابق والوزيره الحاليه بيني موردن لكن في الساعات الاخيره في الكلام عن امكانيه ترشح بوريس جونسون وبدء الكلام عن امكانيه ان ينجح ايضا بوريس جونسون في هذه الانتخابات هناك حاليا نقاش داخلي داخل حزب المحافظين لانه بعض النواب هددوا بمغادره الحزب والالتحاق بحزب العمال اذا ما حصل ذلك والاخرون هددوا ايضا بالذهاب الى مجلس العموم والتصويت مع حزب العمال لصالح الانتخابات المبكره ربما من الان حتى يوم الاثنين بعد الظهر وهو وهو اقصى حد لتسميه الاسمين هم يريدون اسمين او ثلاثه اسماء لطرحها بعد ذلك على أعضاء الحزب المحافظين حتى يوم الجمعة لإعلان النتائج. طبعا استطاع جاريمي هانت من يعني خلال بساعات قليلة استطاع أن يقدم ميزانية صغيرة كانت نقيضا لميزانية سلفه واستطاع أيضا بعد الإعلان عن هذه الميزانية أن ترتاح الأسواق أن يرتفع الجناس ترليني وأن تعود الثقة إلى الأسواق ضمن هذه الرؤية يريد هذا الوزير أن 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 يستمر لكن حاليا في حال تم اختيار رئيس الوزراء فسيكون هناك حكومة جديدة وبالتالي هذه الحكومة لديها رؤيتها أعتقد أنه أيا كان هذا الزعيم الجديد سيأخذ بعين الاعتبار التجربة المريرة التي مرت بها الاستراس وبالتالي سيأخذ بالاعتبار أيضا هذا الإنجاز الذي حققه جاري مهند خلال الأيام الأخيرة ليكون يكون الاستفتاء شرعيا يجب الحكومه ان توافق على هذا الاستفتاء حتى الان الحكومه نتحدث عن حزب المحافظين غير موافق على اجراء هذا الاستفتاء وربما ايضا هذه الفوضى لا تساعد الاسكتلنديين بالذهاب بهذا المذهب